اكتشفنا لسه قريب سبب ان المدينه دي اكتشفت انتكت كامله ليه. الملك عبد الحدب الملك رمسيس الرابع جه يعمل معبد في الحته دي، فقام عامل اتنين فاونديشن ديبوزيت. لما مصر القديم الملك بيعمل فاونديشن ديبوزيت اسمها وديعه اساس، معناه ان بيعلن ان في هذا المكان هيبني معبد. حط اتنين وديعه اساس لسبب غير معروف. هو طبعا لما عمل كده امراض المدينه بالكامل، وللاسف لسبب غير معروف راح بنى معبده في منطقه الحساسيف. فهو رمسيس الرابع السبب المباشر في ان المدينه دي البيوت كامله فيها. اللي حصل ان المدينه استعملها اللي بناها الملك ابو الحدب الثالث. الراجل ده على فكره لحد النهارده التاريخ ما قالش اخناتون لم يكن له صله باتون اطلاقا. اللي عمل الاتونيه ابو الحدب الثالث.